ودي أقول لكم سر خطير، أي شيء تتمنونه وتبونه بيصير بيصير. بس قبل ما أبدأ وأكمل في كلامي، فضلا لا أمرا، طلعوا إكسبلور وأسأل الله العلي العظيم أن يصل لكل من يستفيد من هذا المقطع، وأن الله يكتب أجرنا وأجره، لا ينقص من أجرك شيئا. هذه بنت تقول سبحان الله التزمت بذكر، والله ثم والله إنه انهمرت العطايا على قلبي كالغيث حتى ارتوى قلبي جبرا. تقول معروفة أنا بين أهلي وأخواني وناسي وصديقاتي إني صاحبة الحظ العظيم. كيف وشلون؟ تقول والله 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 إني كنت سبحان الله في يوم من الأيام أقلب في وسائل التواصل، تقول سبحان الله شدتني الصلاة الإبراهيمية، تقول والتزمت فيها، تقول أقسم بالله العظيم إني شفت فيها العجب. أول شيء تقول تخرجت من الثانوي وكنت أتمنى أدخل تمريض، وكان مستحيل لأنه معدلي وتحصيلي وقدراتي ما تدخلني أصلا، واستمريت على الصلاة الإبراهيمية ما يقارب الشهرين. تقول أقسم بالله العظيم إني انقبلت وأنا أقل من صديقاتي في المعدل. تقول وتخرجت من التمريض، قالت أيضا الصلاة الإبراهيمية ما نزلت من لساني، توظفت في أحد المستشفيات وتزوجت دكتور. تقول أقسم بالله العظيم إنهم دائما يقولوا المحظوظة حظك كيف لقى الحصى، لكن تقول أقسم بالله العظيم إني ما أحمل في داخلي سر كالصلاة الإبراهيمية، أنام أصحى أقوم الصلاة الإبراهيمية في على لساني. بنات بنات أقسم بالله أقسم بالله حتتعجبون من قوة الصلاة الإبراهيمية. أولا حطي قدام عينك رضا الله قبل أي رضا، لأن الله إذا رضى عنك أرضاك في الدنيا والآخرة. ثاني شيء حطي ببالك أنت تبغي شيء ثمين اللي هي الجنة، حطي ببالك أنك أنت تبغي ترضي الله، لأن أنت عندك لسه حياة تتمنينها، لسه حياة حتعيشينها بعدها. استقبلي الصلاة الإبراهيمية ومفاجآتها، وحاولي واحرصي تماما التقرب من الله. أقسم بالله العظيم إنه أفضل علاقة ممكن تكون هي علاقة العبد مع ربه. تقربي من الله، الصلاة بوقتها، صلي بخشوع، أذكارك طول اليوم في لسانك، وشوفي حياتك كيف تتغير. أقسم بالله من لون رمادي إلى ألوان، وتشوفي الحياة بطعم آخر. كفاية الهدوء النفسي والراحة النفسية، حتشوفي إن حياتك تغيرت. الحظ حتشوفيه، كل مكان تروحي فيه مباركة. الصلاة الإبراهيمية رائعة 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 بكل ما تحمله الكلمة. هذه البنت تقول أقسم بالله العظيم نفسي أمسك بنت